سلام سلام وعليكم. وعليكم سلام وعليكم. سلام عليكم. باي. السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نمشيو نشوفوا الفيلاجات كما قلت في الفلوق اللي سابق. يلا ان شاء الله غادي نفطروا هنايا وغادي نمشيو نشوفوهم باذن الله ونصور كل شيء ونشوف الناس كيفاش عايشين. 2 اكس ساندويتش 2 ثانك يو. هير يا هير ثانك يو. يلا وصلنا لهاد البلاصه هنايا فين غادي نستريحوا. راه هي فين غادي تخلص باش غادي تقطع هذاك الجسر. راه هو شوف هنايا الدراري هذاك سي صيد راه واز واحد القطيف في يديه هو سي صيد به صيد الحوت هنايا. So what do you think? سوادي ان شاء الله نسرح واحد شويه وغادي نكملوا باذن الله. It's gonna help my name maybe I don't know. A place to stay, to live, or transport. No, I don't have the money here. Mm. You live in the guest house there? Yeah. Oh, it's bad. What? People stealing your money. Who steal my money? Yeah, they do. It happens sometimes. No, the money I have it in the guest house. There, so we cannot go free now? No. We have to pay? Yeah. Mm, why do we have to pay? We need money for to build the bridge crossing the river there. هنا قطعنا تيكي باش تدخل 10,000 كيب يعني 11 درهم. Yeah, you can go ask. خلصنا 10,000 كيب يعني 11 درهم. سولتو على زعما هاد الفلوس اللي تخلص قال لك باش نبنيو الجسر. والله اعلم هادشي اللي قال واش بصح ولا هادشي كذب. المهم تخليه انت منو الله عاد النيه ديالك راك عطيتيه الفلوس باش تبنى بها البريدج وصافي. كاينه هادي كاين شي مغاره هنايا غادي نشوفوها. باش نعطيك واحد الفكره على هذه البلاصه. هذه دابا ديك البلاصه اللي جالسين فيها حنايا هي السونتر فيل يعني تما فين جالس تما فين كاين الضوء تما فين كاين الواي فاي تما فين كاين الماء تما فين كاين هذاك الشيء غادي نحتاجو في الحياه اليوميه. هذوك القرى يعني كما قلت راه خصك تمشى لهم واحد المسافه باش يوصل لهم. هذوك الناس اللي ساكنين في هذوك القرى هما اللي كانوا عايشين في هذاك السونتر فيل. جات الدوله ديال لاوس قالت لهم غادي نهرسوا لكم شي جبال غادي نهرسوا لكم شي جبال باش ندوزوا الطريق. الناس قالوا لهم لا احنا عجبنا الحياه بحال ما هكا ما بغيناش هذاك الشيء. يعني الدوله بغات هذاك الشيء طبقات هذاك الشيء. الناس شنو داروا؟ مشاو داروا واحد المجتمع ديالهم هو هذاك اللي غادي يبنوا دابا. يعني انت كاجنبي ملي كتجي لهاد البلاصه كتبغي تشوف هذوك البلايص الناس كيفاش عايشين. واخا 2017 دابا والناس مازالين عايشين بلا ما مازال عايشين بلا ضوء ما عندهم لا طوموبيلات لا والو. خاصك تخلص هذيك الفلوس لما تمشي للحكومه ديال لاوس هي اللي دايره هذا الشيء. الناس اللي في هذيك القرى قال لهم حنايا عطيناكم اتساع ومازالين تابعيننا
حنا يرى ماشي حدقة الحيوان بنادم اللي بغى يجي عندنا خصو يخلص اللي بغى يجي يجي دابا مشكلة كتخلص الفلوس كتخلص الحكومة في حين هذوك الناس اللي كتمشي عندهم تيستقبلوك ممكن تاكل وتشرب عندهم فابور وما تخلص السلعة لا بغيتي تعطيهم الدونيشن يعني التبرع كتعطيهم ما بغيتيش انت وجيبك المغارة ما فيها شي حاجة يعني واعرة يعني سبقى داخل الظلام وصافي يمكن ليش نصور تيجي الظلام ما غادي يبان لكم والو حاول الجسر اللي غادي نقطعوه هذا I'm not really into caves, but... The cave inside is good. Yeah. You can go inside. Fresh. Do you have a torch? خصنا نمشيو شي ساعة ونص عاد باش نوصلو لهذوك الفيلاجات. المهم ها انت شوف الطبيعة هنا كيف دايرة. زوينة. Are you tired? No, I'm warm. Feel warm. Feel warm. كاين حرارة بزاف. لا تتخمط حريرة. حرارة. رايس. حرارة سميت خرادن. خرادن. جينا من هاد الطريق هادي. هاي كتجيبك لهنا. غادي نكملو. كاينة طلعة من لهنا. عاد تلاقينا واحد الناس قالك مازال لك شي 200 متر وتوصل ليهم يعني ما بقى والو فهمك غدوة كتحمار حمار بزاف نو نوت حمار يو ار بيكامين وات ريد نو حمار نو هاو دي ساي دير مرزوقة متايجة انا متايجة سوادي هذا هو الفيلاج الاول انت غادي تشوف انا غادي نصور كل شيء وغادي تشوف الناس كيفاش عايشين سوادي دي هاف سامثينج تو درينك اوكي اوكي كوب شاي سوادي هذه هي المدرسة اللي كاينة هنايا What is that? So, what is that? Bamboo.
Oh yeah, bamboo. Yeah. Cup chai. نمشيو نشوفو الفيلاجات الاخرين دابا. شوفو كي داير. هذا كان هو الفيلاج الاول. سمكا. What is that? Harkin. How do you say it in Arabic? حلوف. حلوف. سي حلوف. Follow the river. هاو اللي بغينا نقطعو دابا خصنا نحيدو سناد السبريدير ديالنا. هاي Hello. Hello. Is this close or still far? Yeah, it's close. It's okay. Very close. Okay. It's like 10 minutes or... Oh, okay. Thank you. Thanks. Bye. غير 10 دقائق وغادي نوصلوا ليها. How do you feel? Good. Why? Because it's so beautiful. So beautiful here? Yeah. Does it remind you of something? France, maybe. Okay. I just miss the lavender, you know, lavande. Yeah. Al village l'akhir wassalna lih. El halouf hna ya mqlb. Hna ghadi nchoufou daba ki daer ta houa el village. Kif hak baby? الناس اللي وشو هنايا يا هي شوك شوك ناس خدمه وكي هي فاتنا هن بزاف ديال الناس هنايا ما تيبغيوش يتصوروا لان هما ضد هذا الشيء كما دايره اليوم الحكومه بان الناس خصهم يخلصوا باش يجيو لعندهم. يعني تيقول لك ما تصورنيش. بغيت نصور شي واحد مثلا اللي كان تيهضر باللغه الانجليزيه نهضر معاه ونسوله، ولكن بزاف ديال الناس يرفضوا. يعني حتى شافك هاز الكاميرا تتصور تدور الوجه ديالو. So what do you think about these villages? موي موي yeah. What does it mean موي؟ زوينه زوينه. ها هو الحلوف. حلوف. What is that? ها؟ حلوف. سوادي. سوادي. They have chicken. كوك كوك كوك. كوك.
يلا راجعين ان شاء الله دابا. هيا الشمس يا اخويا، حراره ديال بصح فهم كان الوجه ديالها ولا بحال مطيشه. What are you? You want to cook me with pasta? Can you tell me what are you? I'm Matisha. Hello. 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 We went to the villages. The second one? The first and then the second. Yeah. It was amazing there. You didn't go there? Huh? Just yes, because the legs hurt. Is it okay? Yeah. I want to be back now as well. Yeah. Okay, see you. Take care. هذا الرجل هذا ومرته تاعهم كانوا غاديين لهذوك الفيلاجات، ولكن ما وصلوش لان الراجل رجليه تضرو. حيت الفيلاج اللي بغيتي تمشي الي روتور راه عندك شي 17 كيلومتر يعني في الطوطال مجموع. جوج سوايع ونص يلا كتوصل ليهم. سوادي اسي بنان how much how much of? 1,000 gig. Oh, and this one? Same. Okay. Can I have two from this? Same, really. Oh, the two. One, not two. I don't have one. I don't have one. Take more. No, like 3,000 to 5,000 gig. No, that's expensive. Daddy. كان هذا هو الفلوغ ديال اليوم. كما شفتوا حاولت نصور هاد الفيلاجات باش تشوفوا الناس الطريقه ديال العيش ديالهم وديك البساطه اللي تعيشوا، واخا بعض الناس راه ما تيبغيوش بنادم يصورهم كما شفتوا. شكرا لكم بزاف، ونتمنى هاد الفلوغ تكونوا استفدتوا منه شي حاجه ووصلت واحد الرساله ووصلت واحد البلاصه اللي ربما ان شاء الله تجي ليها في المستقبل ولا ما عمرك شفتيها كاع. شكرا لكم بزاف، نتشوفوا في الفلوق الجاي غدا ان شاء الله. غادي نمشيو من مانغنوي غادي نرجعوا لنونكياو، وان شاء الله غادي نكملوا المسيره ديالنا. شكرا لكم بزاف، السلام عليكم.